أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن. نهار اليوم يعود الجو للاستقرار المنخفض الجوي، يبتعد عن المملكة لكن تبقى الكتلة الهوائية الباردة المرافقة له مسيطرة على عموم المناطق، وبالتالي يبقى الطقس بارد بالرغم من الاستقرار على الأحوال الجوية. التوقعات الجوية نهار اليوم للعاصمة عمان تشير إلى استقرار على الطقس كما ذكرنا، غيوم متفرقة 7 درجات مئوية الملموسة 6، الرطوبة مرتفعة نوعا ما والرياح تكون شمالية غربية خفيفة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم نبدأها بالمنطقة الشمالية، طقس مشمس إربد 9 إلى 3، المفرق 8 إلى 1، عجلون 8 إلى 3، وجرش 9 إلى 3 درجات مئوية. المنطقة الوسطى الزرقاء 10 إلى 2، عمان 7 إلى درجة واحدة، البلقاء 7 إلى 3، مأدبة 9 إلى 2، والبحر الميت 16 إلى 8 درجات مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 8 إلى 2، الطفيلة 7 إلى 3، الشرات 6 إلى 1، ومعان 10 إلى 0، والعقبة 20 إلى 13 درجة مئوية. نختم نشرتنا بالتوقعات الجوية للمنطقة الشرقية، الأزرق 11 إلى 1، الصفاوي 10 إلى ناقص 1، ورويش 9 إلى درجة 1 تحت الصفر. بهذا ننهي نشرتنا، للقاء.